من بين الرسومات المميزة والشفرات التي لم يستطع أحد حلها إلى الآن، كانت هذه الكتب هي الأغرب في تاريخ البشرية. وقائع من النذر والنبوءات لكونراد لوكسميث كتب عام 1557، ويحتوي على مجموعة هائلة من الرسوم التي تحكي أحداثاً ومخلوقات غريبة منذ بداية الكون حتى العصر الذي عاش فيه الكاتب. كما يتضمن الكتاب رؤية جسم طائر فضائي في بلاد العرب عام 1479. مخطوطة ريبلي لجورج ريبلي. يتضمن الكتاب صوراً عن آلية صنع حجر الفلاسفة، وهو مادة خيالية يمكنها تحويل الرصاص إلى ذهب. ورغم ضياع المخطوطة الأساسية، لكن بعض الفنانين في القرن السادس عشر حاولوا إعادة رسمها، وحالياً هناك 23 مخطوطة. مخطوطات روهونيك. تم التبرع بالمخطوطة في مطلع القرن التاسع عشر إلى أكاديمية العلوم الهنغارية، ولم يتمكن العلماء من فك رموزها حتى الآن، حيث تتألف من 200 رمز في 448 صفحة مختلفة، ولم يتمكن العلماء الاتفاق على آلية معينة أو الوصول إلى نتائج مشابهة مهما حاولوا فك رموزها. كودكس سيرفينيانوس للويجي سيرافيني كتب عام 1981، ويضم عدداً كبيراً من الرسوم والأشكال النباتية والحيوانية والإنسانية التي رسمها بيده وتشبه الرسومات السريالية. يتألف الكتاب من أبجدية جديدة من اختراعه تتكون من 12 حرفاً أشبه بالشفرة بخط اليد، واشتهر الكتاب بالعالم بأنه الكتاب الذي لا يستطيع أحد فهمه.